دلوقتي هنسمع بقى لعم كمال الفيومي، يعني غزل المحله، يعني اضرابات، يعني 2006، يعني اول اضراب، يعني الحركه اللي زقت بعد كده وعملت زخم في مصر من اول 2007 لغايه لما قامت الثوره المسروقه في 2011. عم كمال الفيومي اللي كان من شهر هيتعمل له قضيه، قال ايه؟ عشان خاطر في اتنين مصورين اجانب ودي كده جاسوسيه، فاللي بيروح يسلم على ماكين ما بقاش جاسوس، واللي ممكن يكلم صحفيين اجانب بقى جاسوس. هي دي اللي اسمها الثوره. هنسمع دلوقتي عم كمال. السلام عليكم. السلام. يشرفني ان انا موجود في المكان ده مع ناس وقفوا قدام القوى القامعه الموجوده في مصر، ووسط ناس وقفوا جنب مطالب العمال وجنب حقوق العمال، مش 2007 ولا 2006، لا هم واقفين مع حقوق العمال ومع مطالب الشارع من احداث 18-19 يناير 77، عمنا كمال خليل، والناس اللي احنا دايما بنقول ان هم ما عملوش صفقات لا مع المجلس العسكري ولا مع الحزب الوطني. الناس اللي هي بتناضل في الشارع بشكل حقيقي. مش الناس اللي بيحطوا ايديهم عشان يوصلوا الكرسي سواء مع المجلس العسكري او اي حد يوصلهم المكان ده. بنقول ان الاخوان المسلمين ده تاريخهم معروف، مش من الثوره بس، لا هم طول عمرهم كده. احنا في 2006 في اول اضراب لنا كان مفروض ان الاخوان في حد منهم كان ناجح في مجلس الشعب، وكان مفروض ان هو ياخد مطالب العمال ويوصلها المجلس. للاسف ده ما حصلش. بعد كده في اضراب رمضان وعدونا ان هم يقفوا جنبنا، وان هم يوم اول يوم اضراب لنا كان 23/9، كان اضراب رمضان، وعدونا ان هم يجيبوا وجبات للعمال. تحذيرات راحت لهم من امن الدوله، طبعا خلفوا وعدهم معانا. استمر التخاذل وان هم مش واقفين جنب العمال. في 6 ابريل 2008 انا كنت معتقل، فكان سعد الحسيني اللي هو ماسك لجنه الخطه والموازنه دلوقتي كان عضو مجلس الشعب عن المحله، فجوزوفت راح له وهو كان زميل دراسه له، فبيقول له انت ليه ما بتتكلمش عن عمال المحله المعتقلين؟ فقال له هو في عمال معتقلين؟ فجوزوفت قال له لفظ يعني ما ينفعش ان انا اقوله هنا. المهم عارفينه عم كمال. المهم قال له لا ده في 3 عمال معتقلين في المحله وانت المفروض تتكلم عشان العمال دي. فهو بالفعل قدم استجواب وكانه ما قدمهش. لكن بالفعل احنا ما خرجناش من المعتقل الا بفضل الله اولا واخيرا، وبفضل النشطاء اللي موجودين اللي ما كانوش بيعدوا يوم الا ما بيطالبوا بالافراج لنا، سواء من خلال سجل نقابه الصحفيين او من خلال اي تجمع عمالي. اخواننا العمال والموظفين في الضرائب العقاريه، عمنا كمال، عمنا حسام، عملوا حمله لحد ما خرجنا. فاحنا عشان كده بندين بالفضل لكل اللي بيقفوا جنب العمال اللي هم الوقود الحقيقي للثوره. الطلبه بالنسبه للعمال هم الجناح الثاني بالنسبه للثوره. احنا في اول اضراب لنا في 2006 طلبه جامعه طنطا وطلبه جامعه المنصوره جم عند البوابات وقالوا ان احنا متضامنين مع العمال وحاولوا ان هم يدخلوا المصنع بالفعل، لكن امن الدوله منعها. طبعا انا برد المقوله اللي بتقول اتنين ما لهمش امان، العسكر والاخوان. احنا دايما باصين للاخوان ان هم بيبصوا لمصلحتهم بس. احنا بنقول بالنسبه للثوره احنا كعمال مش حاسين ان في ثوره حصلت، احنا حاسين ان في ثوره اتسرقت. الثوره اتسرقت من يوم المجلس العسكري هو اللي تولى الحكم، من يوم المجلس العسكري اللي قعد 30 سنه مع مبارك هو اللي يعتبر بيكمل مسيره النهب والفساد والسرقه الموجوده. عمنا كمال انا يوم الثوره، يوم اما مبارك تنحى كنت انا واقف على الكوبري في التحرير وكلمته من هناك وبقول له عم كمال الحمد لله الثوره نجحت وخلعنا مبارك، قال لي ما تطمنش للجيش. فالكلمة دي أنا كل يوم بفتكرها أما بلاقي ممارسات المجلس العسكري كلها ضد الثورة. الحادثة الأخيرة اللي حصلت كانت قصة مختلقة من ضابط عندنا، ضابط مباحث. الضابط ده جاب 3 مواطنين شرفاء
يندعوا مع شو اسم الشهرة بتاعهم البلطجيه اللي هم يعني بيروح الاسم بيتعمل لهم واجب وبيتقدم لهم السجاير والشاي، واحنا رحنا بدون اي تهمه حطوا الحديد في ايدينا، وكان معانا مترجمه واثنين اجانب، واحد استرالي واحد امريكي. الجميل بقى ان واحد من البلطجيه ديت ضابط المباحث بيعمل له ملف عشان يبقى مصاب الثوره، وبالفعل انا رحت النيابه بعدها باسبوع ولقيت الولد ده ماسك هدوم محرزها وخلاص الملف بتاعه هيكمل هو يبقى مصاب الثوره البلطجي ده. فطبعا ما كانش في قضيه من الاساس، وتم اخلاء زميلنا من النيابه، بس هي كانت القصه كلها مختلقه على اساس ان هم يقولوا ان في تمويل اجنبي، واتقال ان انا خدت 4 مليون، وناس تانية قالوا عربيه مليانه دولارات وبتاع. الكلام طبعا اما وصل احنا طبعا قلنا الصيب ولا الغنى، يعني حاجه كويسه الحمد لله زي ما الدكتور سامح صياطنا يعني عمل لنا اسم كل الفضائيات، احنا طبعا بقى اكدنا الموضوع من 4 مليون فالحمد لله يعني. فانا بقول ان ثورتنا مستمره، بقول ان الثوره مستمره باضرابات العمال ومطالبهم الحقيقيه من خلال اعتصاماتهم واضراباتهم اللي هي بتقول للمجلس العسكري ان احنا مش هيخيل علينا الكلام اللي انت بتقوله ان البلد هتقع وان عجله الانتاج مخرومه. انا قلتها في اكتر من مكان، بقول عجله الانتاج ايه؟ جابكوا 60 وكسه على وكستكم، فين الانتاج اللي مصر بتنتجه؟ ما فيش صناعه واحده احنا بنتميز بيها. الصناعات اللي احنا كنا متميزين فيها زي الغزل والنسيج والكتان وحديد الصلب والمراجل البخاريه كلها اتباعت واتنقلت. صناعه ايه وعجله انتاج ايه اللي احنا بنتكلم فيها؟ الحاجه الثانيه، ليه هم ما بيتكلموش على الحد الاقصى للاجور؟ دايما احنا بنتكلم ونقول حلمنا ان الحد الادنى للاجور يبقى 1200 جنيه او 1500 جنيه. الحد الاقصى للاجور لما نعرف ان طنطاوي بياخد 3 مليون، مرات سامي عنان شغاله في الضرايب بتاخد 80,000 جنيه. الكلام ده يا جماعه هو دي الثوره. احنا بنقول الثوره قامت عشان 3 حاجات: الحريه والكرامه والعداله الاجتماعيه. انا كعامل عايز احس بالعداله. انا كراجل مسلم بقول في كل مكان للاخوان المسلمين انتوا لا تمدوا للاسلام بصله. الاسلام قايم على العدل. الدين الوحيد اللي عمل حرب، الحضاره الوحيده والدين الوحيد اللي عمل حرب عشان الفقراء هو الدين الاسلامي، اللي هي حروب منيع الزكاه كانت معموله عشان ناخد فلوس من الاغنياء نديها للفقراء. احنا بنقول للاغنياء اللي هم خدوا حق البلد، شيء طبيعي ان انتوا تدفعوا ضرائب للبلد دي. ما ينفعش ان انا الشهر اللي فات مخصوم مني 270 جنيه تامينات، وواحد بياخد مليون جنيه ما بيطلبش منه تامينات على اساس انها مكافئات. فين العداله الاجتماعيه؟ الثوره مستمره، وبنقول للاخوان انتوا اكبر اعداء للثوره، واحنا بنقول لهم رصيدكم كل يوم بيقل في الشارع، وبنقول للعمال احنا بنكون روابط، بنكون جمعيات، احنا في المحله بنعمل رابطه لعمال الغزل والنسيج على مستوى الجمهوريه، وان شاء الله قريب جدا هندعي كل الحضور لحضور افتتاح رابطه عمال الغزل والنسيج، لان هم طبعا بيعكسونا، لان هم فاهمين ان العمال مجرد ما يتجمعوا في كيان وهيطلبوا حقهم مش هيبقى في وجود للنقابه المزوره اللي بتمثل امن الدوله اللي موجوده لحد النهارده. بنقول لهم ان احنا اول اولوياتنا في الرابطه اللي هي مقاومه الفساد والقضاء على الفساد المتمثل في وجود احمد عبد الظاهر اللي هو ما يفرقش كتير عن حسين مجاور رئيس اتحاد عمال مصر السابق. احمد عبد الظاهر رئيس الاتحاد التعاوني اللي هو ناهب الاتحاد التعاوني لمصر وناهب اكتر من 100 مليون جنيه. بنقول ان هو ما يفرقش كتير عن حسين مجاور، هو كان منتمي للحزب الوطني، وان احمد عبد الظاهر ده كان بيقف من دم صلاح محمود وبيأيد مبارك. هم حاطين بقى على راس الهرم الشركات الغزل والنسيج اللي بقى هو اللي لسه متحكم فيها لحد دلوقتي اللي هو محسن الجيلاني. وانا هناك قلت لضابط المخابرات انا عايز اعرف محسن الجيلاني ده اقوى من مبارك؟ محسن الجيلاني ده ماسك ايه على المجلس العسكري؟ انا بصراحه الراجل ده يعني زي عمر سليمان كده بالظبط. الناس دي عامله ايه في البلد انا مش فاهم. يعني سواء عمر سليمان سواء محسن الجيلاني راجل بايع شركه غزل الدين، والشركه رجعت للقطاع العام بحكم المحكمه. فاحنا بنقول لهم طول ما الفساد موجود الثوره مستمره، طول ما العداله الاجتماعيه ما اتحققتش الثوره مستمره، طول ما في شباب زي الورد مؤمنين ان ثورتهم موجوده في الشارع وان الثوره مش موجوده في اماكن مغلقه ولا قاعات موجوده الثوره مستمره. الثوره مش هتنجح الا بجهود وتوحد الطلبه مع العمال
وموجود حد زي ماهي نور، موجود حد زي عمنا كمال خليل، زي الاستاذ حسام الحملاوي، زي كل الزملاء الموجودين. ثورتنا مستمره ويسقط حكم العسكر على الرغم من القمع والتشويه اللي بتتواجه به الحركه الصهيونيه في مصر. شكرا.